انطلقت في أكادير أشغال الورشة الجهوية المخصصة للتداول التشاركي حول بلورة مشاريع تنموية تصب في إطار برنامج التنمية المستدامة للأطلس الكبير الغربي، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والممثلين عن عدد من المصالح الخارجية ورؤساء الجماعات الترابية وبعض منظمات المجتمع المدني. واحد المجموعة ديال المؤهلات مختلفة من جماعة لجماعة اللي كتسمح انه نطوروا واحد يعني نمط التنمية وليزاكتيفيتي يعني المديرة للدخل. بالنسبة لنا ورشة مهمة اللي فيها تفاعل مع جميع الفرقاء المحليين باش يمكن لينا ننجحوا برامج هاد البرامج ديال التنمية على الصعيد المجالي. ومن المنتظر أن تشكل الورشة التشاورية فرصة لإغماء التصور الأول الذي أعده مكتب الدراسات، وذلك سعيا وراء تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان حماية الموارد وإدماج كتلة الأطلس الكبير في اقتصاد متقدم ومده بالبنيات التحتية والتجهيزات الضرورية للرفع من تنافسيته الترابية واقتراح التدابير المؤسساتية والمالية والتنظيمية لتنفيذ الاستراتيجية المقترحة لتنميته.